عن المسرح المصري تاريخاً وفكراً ودوراً. ماذا جرى للمسرح المصري؟ لماذا انصرف عنه جمهوره؟ هل فقد المسرح بريقه أم فقد البوصلة؟ الكاتب المسرحي الكبير محمد أبو العلا السلموني. إحنا ما بنفكرش نقدم المسرح للناس، إحنا بنقدم المسرح لنفسنا وبنخلي الناس هم اللي يجونا، لا إحنا اللي نروح للناس. هل المسرح المصري في أزمة؟ هل الأزمة في الفكر والمضمون أم في الإمكانيات؟ عندنا هذه الإمكانيات، إحنا عندنا مخرجين ممتازين حقيقي، أي. وممثلين ممتازين ومهندسين ديكور ممتازين، الرؤية مش موجودة، الاستراتيجية مش موجودة، الإدارة مش موجودة. كتب المسرح تاريخاً، فأين نحن من هذا التاريخ؟ ومن هنا قضية المسرح قضية أساسية في المجتمع. حضرتك قلت إن قضية المسرح هي قضية وعي. قضية وعي. وعي. وعن أحوال المسرح والمسارح في مصر. كيف ترى المسرح في مصر الآن؟ المسارح ملهاش هوية. يعني اللي بيقدم في مسرح الطليعة هو اللي بيقدم في مسرح السلام هو اللي بيقدم في المسرح القومي، محدش عارف هوية كل مسرح. حديثنا اليوم من مصر عن المسرح، كيف تعود الروح للمسرح المصري وكيف يعود لدوره في صناعة الوعي ونشر المتعة والذوق الفني في المجتمع. حوار جديد، الفن والإبداع، في حديث العرب من مصر، الليلة السابعة مساء على قناة مصر الأولى.